عليكم السلام ورحمة الله أستاذ نجم، شلونك عيون المحترم؟ الله يبارك فيك، أنت دزيت للتغيير إلي على إيميلي هذه الرسالة. صحيح. أخوك ملازم صحيح. أول بجهاز مكافحة الإرهاب، طالما السيد المتحدث الرسمي باسم الجهاز معانا على الهواء، احكي لي قصتك باختصار. أقدر أفهمك أستاذ عيوني؟ تفضل احكي لي القصة يا سيد. أستاذ نجيم، استشهد أخوي 2014 الشهداء الأربعة الفرقة الطبابة اللي هي محافظة الأنبار مدينة البوبالي. نعم أستاذ نجم عيوني. ويا. استشهد أخوي 2014 بزمن نور المالكي. أي نور المالكي صرف لهم قطع وبيوت اللي هي بالأمين واطية الكلفة. أي البيوت انصرفت ورا ما راح نور المالكي، حيدر العبادي قال أنا ما أعطيهم لا قطع ولا بيوت. زين. يعني الصراحة يعني من 2014 والحد الآن راجع، القطعة مالته طلعت بسويفات اللي هي بالكاظمية، طلعت قالوا دفع مليونين، دفعنا مليونين، ورا شهرين قالوا سحبوا المليونين لأن القطعة طالعة بها أربعة ثلاثة جنود وملازم نور الدين. واني يعني الصراحه من 2014 اراجع الجهاز ورا طوني كتاب لوزاره الدفاع. اخوك ضابط؟ اخويا ضابط اصلا خريج كليه عسكريه. انت شنو ما تقول؟ انت تقول ما له كل حقوق. اي انا اروح لوزاره الدفاع يقول روح لابو الجهاز، ابو الجهاز يقول اخوك اصبر هسه. يعني الصراحه بزعوني من 2014 ولحد الان. خليك وياي سيف. سلام عليكم استاذ صباح. عليكم السلام اخي استاذ نجم العزيز، كيف حبيب حالك؟ قلبي انا صار هواي ما متخابرين وما متواصلين استاذ صباح، مشتاق لك. انت رحت العمان وعفتنا هنا يا استاذ نجيم وهذه، وانا منتظر جيتك حتى نشوفك، مشتاق لك. انتوا الابطال جهاز مكافحه الارهاب، عنوان عراقي ننحني لكم. واني طبعا اشكر سرعه استجابتك، ولو يعني هاي مو جديده لا عليك ولا على الجهاز. بالعكس استاذ نجم، هذا واجبنا واحنا مديونين نبقى للشهداء ولعوائلهم. وانا سمعت مناشده الاخ، حتى لا اطول وقت البرنامج. أي. وحتى ايضا هو يسمعني. الشهيد ملازم نور الدين هو نعم احد الشهداء الاربعه الذين قتلوا غدرا في منطقه آل بوبالي، المفرزه الطبيه اللي لبت نداء ومناشده من احد الحوامل. أي. لكن كان هناك جميل استشهدوا رحمة الله عليهم. أي. وحتى عند ما استشهدوا الإجراميين الكفرة فخخوا جثثهم، وأيضا عند ما أخليناهم انطينا شهداء اثنين حتى نخلي الجثامين الطاهرة ونسلمهم إلى أهلهم. هذه حقيقة كانت قصة طويلة. أي. الموضوع نعم حقوق الشهيد هو أنا أثناء انتظاري لمكالمتكم دققت بالموضوع. الشهيد عائلته تستلم الراتب التقاعدي، والآن المشكلة هي موضوع قطعة الأرض حقيقة. ما أخفيك وأنا أيضا من خلال برنامجك، أنا أعرف برنامجك واسع الانتشار حقيقة، هي كل منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب من الشهداء وحتى الأحياء والجرحى لحد الآن مع الأسف لم تسلم لهم قطع الأراضي حسب القرار 168 في زمن الأستاذ نوري المالكي. مع شديد الأسف لحد الآن هذا الجهاز اللي ضحوا أفراده الشهداء والأحياء، لحد الآن نحن لم نستلم قطع الأراضي. وإن شاء الله يعني يوم أمس كان هناك زيارة القائد العام القوات المسلحة إلى مقر الجهاز. أي. ووعدنا واستبشرنا خيرا حقيقة أنه وعد هذا الموضوع ينتهي ويستحق الجهاز كل التكريم، وإن شاء الله إحنا ننتظر تنفيذ هذه الوعود من قبل دولة رئيس الوزراء. موضوع أعتقد هذا فقط اللي هم دي راجعون عليه، موضوع قطعة الأرض هذا. أي. الموضوع حقيقة كل منتسبي الجهاز مستلموا حقيقة لحد الآن. هو يقول منطينا قطعة يعني أرض ودافع فلوس عليها وبعدين صاير أرباك عليها. هو صحيح أستاذ نجيم، يعني هو مو بس هو، هواية أشخاص يعني عندما تعرف حضرتك كنت إعلامي قديم وكنت يعني على اطلاع بموضوع قطع الأراضي. أي هاي قطع الأراضي خلينا نحكيها قدام العراقيين كلهم، عندما رادوا يستخدمون الناس دعايات انتخابية واستخدموا حوالي الشهداء تستخدمون دعايات انتخابية، ومن ما تفوزون تضحكون عليهم. استاذ يعني صباح أنا متابع هذا الموضوع، لأنه الشهداء يشرفوكم ويشرفون أحزابكم ويشرفون كتلكم، وهاي أمام العراقيين والانتخابات. يعني الانتخابات باكر جاية، هاي الأسماء احفظوها واقطعوا عليهم الطريق.
شهيد مثل ما قال الأستاذ صباح، ضحوا على مود عائلة الطبابة حتى ينقذوهم من حياتهم. أنت اليوم تستهزئ بيهم، تضحك على عوائلهم، تطيهم قطع أراضي وبعدين تسحبهم. تعرف ليش؟ تدرون ليش أنتوا تسوون هيك؟ لأنه ما عندكم شرف بمستوى شرف الشهداء أو عوائل الشهداء. لعنة الله عليكم. استاذ صباح، يعني مشكله استاذ نجيم، يعني هي مشكله تدري، يعني ها صارت فوضى التوزيع في تلك الفتره، وصار هناك يعني حقيقه ممكن قطعه تقع بها ثلاثه او اربعه او خمسه، اللي يسجلها ياخذها. يعني انا اقول لك، وصارت اللجنه بزمن الدكتور العبادي لجنه ال 168 هذه موتتها، يعني موتت كل قطع الارض حقيقه. نعم والا انا اضم صوتي، يعني صح يعني اخو الشهيد محروم، لكن انا همتين قلبي مورم على بقيه الشهداء. والله يعني انا متحدث باسم الابطال، انا متحدث والله نعم من كل الابطال. مناشدات ليش احنا لحد الان احنا حررنا العراق، حررنا اكثر من 40% من مساحه الارض، حصروا علينا قطعه الارض. انا اقول لك عندنا شهداء راحوا بحصره. والله يا استاذ صباح، انا ذاك اليوم انا عرضت واحد من الحشد الشعبي الابطالي اللي يبيع الكليات مالته، وعندي رسائل اليوم انا ما جبتها وياي. والله اكو ناس تهددني برسائل ويقسم بالقران يقول انا راح ابيع من اعضاء البشريه لان ما عاد اشتغل. نعم. ما عاد ياكل. هذا العراق اللي يصير بيه ليش اخوان انتم تتحملونه؟ وغصبا عليكم ان تتحملونه، لان احنا مو مرتزقه، احنا نطالب بحقوق الناس. نجم انا حتى ما اخذ من وقتك، تليفوني تنطول الاخ اخو الشهيد، والشهيد هذا يعني في لا زال في ذاكرتنا وفي ضميرنا، سواء نور الدين او حمزه وغيره والاثنين الاخرين اللي استشهدوا، هذول في 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 ضميرنا وحاضرين امامنا. انا من الناس يعني هذول الاربعه انا عايشتهم. انا اشكرك لانه انت تعرف هاي المعلومه. والله مشاهدي الكرام، انا ما حكيت مع استاذ صباح الا الان على الهواء، ولم اطلعه على القضيه، لكن هؤلاء الشهداء يبدو لي انهم من الرجوله بمكان الاخ والاستاذ صباح حافظ اسمائهم ومواقفهم. حافظ حتى يعني حتى ما يعني حتى يعرفون الناس شنو ذولا من هذا، يعني ذولا الشهداء احنا نقاتل حتى نخليهم، واكو حمامات بيضاء على جثثهم. يعني اكو طير ما يهرب من طلقه الرصاص. شوفوا شنو الملك اللي هذول الشهداء، هذول انا عايشهم يا استاذ نجم، ذولا ما يغيبون عن ذاكره كل جهاز مكافحه الارهاب، ترى مو بس صباح النعمان. انا من خلالك تليفوني رجاء للاخ يجي يمي ويشرفني، واني وياه حتى اروح وياه لوزاره الدفاع حتى اتابع حقوقه. لانه فتره 2014 استاذ نجم كل حقوق شهداء الجهاز هي على وزاره الدفاع، لان احنا ما كان عندنا قانون ولا عندنا ميزانيه ولا عندنا الصفه المعنويه حتى يكون عندنا استقلاليه ماديه. لحد 2017 احنا كل شهدائنا على وزاره الدفاع. يجي يمي معزز مكرم الى جهاز مكافحه الارهاب، انا بسيارتي اخذه الى وزاره الدفاع، واي حقوق ياخذها من عيوني قبل ما ياخذها من الجهاز، وانا حاضر. انا اشكرك استاذ صباح.